أحسن الله إليك، هل على الصغير الغير البالغ زكاة إذا كان عنده أموال قد بلغت النصاب؟ وهل الذهب الملبوس عليه زكاة؟ نعم، الأمر الأول فيما يتعلق بالصبي الصغير فنقول نعم، وقد صح عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قالا أتجرا أو أتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، فدل ذلك على أن اليتيم أي الصغير في ماله تجب الزكاة إذا كان يملك، إذا كان المال له ففيه الزكاة، يخرجها عنه وليه، يجب أن يخرجها عنه. فالزكاة الصبي إذا ملك نصابا، والنصاب هو في بالنسبة للنقد إذا كان يملك مالا هو أقل النصابين من الذهب والفضة، فأما الفضة فإنها 20 دينار ذهب، ودينار الذهب يعادل 4 جرامات وربع، فيكون النصاب في الذهب 85 جراما، وأما الفضة فإن نصابها 100 درهم من الفضة، ودرهم الفضة الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسمى بالدرهم الإسلامي الذي ضربه عبد الملك بن مروان بعد ذلك وقدر ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الدرهم الفضة يعاد يعني مجموع 100 درهم يعادل 595 جرام، فمن ملك ما يعادل قيمة 595 جرام من الفضة فإنه تجب عليه الزكاة. يعادل تقريبا الجرام فيما أذكر يعني قبل فترة جرام الفضة لأنه رخيص يعادل درهم تقريبا درهم، درهم ونصف، درهمين على الأكثر. فنقول إن من ملك 600 درهم في سنته كلها أو 1000 في سنته كلها فإن فيها الزكاة، لأنه ملك النصاب وهو أقل النصابين من الذهب أو الفضة.